نفس اللي احنا قلناه في صحراء، نفس اللي احنا قلناه في الجنرال كير اريا، هو هو اللي هيتقال في الكريتيكال كير اريا اللي هو كاتيجوري واحد، بس مع الفارق ان هناك كنت بستخدم 8 ريسبتكل، لكن انا هنا بستخدم 14 ريسبتكل. انا في تصنيفي 8 ريسبتكل دول اللي فاتوا كنت بقول ان هم 4 دوبلكس الجنرال كير اريا، ده اللي انا بشتغل بيه. طيب بالنسبة لي وطبعا 2 منهم نورمال و2 امرجنسي او كريتيكال. طب ال 14 ريسبتكل دول كده انا هعملهم 8 كده، الـ16 ادي 4 وادي 4 يديني 16. 16 دول هاخد 4 منهم نورمال، 4 منهم كريتيكال او امرجنسي، و4 منهم ايه نورمال للتسهيل يعني عشان ايه ما تلخبطش. وممكن برضو والخيار ليكوا برضو اللي عايز يستخدم ايه 3 دوبلكس و1 سيمبلكس، دول كده هم 4 و3 دوبلكس و1 سيمبلكس، دول كده برضو اسف دول لا دول كده هيبقوا 6، دول 3 في 2 دوبلكس يبقى كده ايه 7، و3 و1 سيمبلكس يبقى 7، يبقى دول 14، يبقى دول على الكريتيكال ودول على ايه النورمال. وهوريكم مثال عملي على كاد بفرش غرفتين كريتيكال وامرجنسي، اوضح فيهم كل القواعد ديت وتوصيلهم على لوحات النورمال والكريتيكال. برضو هاجي هنا هشوف ال 14 ريسبتكال دول ممكن يكونوا موجودين بالمنظر ده، اهو ان هم عندك هنا 8 نورمال و6 امرجنسي، 8 نورمال و6 امرجنسي، والمنظر دوت هنا في ال NEC 2011 كان عندك لو دوت سرير بتاع مريض ودوت سرير بتاع مريض، وهنا عندك مجموعة من السوكتس النورمال، هنا سوكتس نورمال، هنا دي كريتيكال دي كريتيكال، كان بياخد وده طبعا شرط الزامي ان النورمال كلهم يبقوا نفس البانل. يعني انا عندي في الكريتيكال كير اريا وفي الجنرال كير اريا اجباري ومانداتوري مش اوبشنال ان البرانش سيركتس ايه النورمال كلهم يبقوا على نفس البانل ايه النورمال. وكان عندي الاوبشنال ان انا ايه دوت مثلا امرجنسي، ده امرجنسي يروح على ايه بانل بورد من اي تي اس 1، ودوت بانل اي تي اس من ايه من بانل بورد من اي تي اس 2 كريتيكال. عموما هو الكلام ده كله اتلغى، الكلام ده كله اتلغى، ده 2011 عشان ملخبطش نفسنا بيه. والجديد ايه ان انا عندي دوت نورمال دوت امرجنسي دوت نورمال ودوت امرجنسي، خلاص بكل بساطة بخرج بدوائر النورمال واروح على الايه اللوحة النورمال اللي في الزونة بتاعتي، وبخرج بدوائر الامرجنسي واروح على اللوحة الكريتيكال اللي في الزونة بتاعتي، مفيش ادنى صعوبة او تعقيد، الموضوع سهل جدا. دوائر البرايز النورمال اروح برايز النورمال، او دوائر النورمال اروح على اللوحة النورمال، ودوائر الامرجنسي بروح على اللوحة الايه الامرجنسي، دول اهم الايه الامرجنسي. برضو شكل هنا برضو من اشكال فرش الايه الهيد وول اهوت في الجنرال كير. بعد كده هيتكلم على الاوبريتنج روم. الاوبريتنج روم بيبقى فيها 36 ريسبتكل، 36 ريسبتكل مختلفة عن الجنرال كير اريا، بيبقى 36 دول بيبقوا زي ما احنا شايفين، ممكن يبقى 12 نورمال و12 امرجنسي والدوبلكس اللي انا بستحب ايه استخدمه.
وهنا مديك برضو شكل توزيع الايه السوكتس اللي هي بتاعت بتبقى موجودة في غرفة العمليات. لسه في طبعا موضوع طول شرحه على السوكت اللي هتبقى في البندنت عند ترابيزة العمليات، بس انا بقول اللي موجود على الحيطان بيبقى كام؟ 36. طبعا هنلف بقية ارقام الغرفة. اهم حاجة عندي يبقى التوتال كله 36، وهنقول نصهم هيبقى 18 منهم اعتبرهم نورمال، و 18 منهم اعتبرهم ايه كريتيكال. شكرا. زي ما كنا بنتكلم اخر مرة، قلنا عندنا مثال هنبين فيه استخدام توزيع الريسبتكلز في الجنرال كير اريا وفي الكريتيكال كير اريا. دي رسمة قدامنا، انا واخدها كوبي بيست من على ريفيت من على الكاد، وانا هاخدها دلوقتي على الكاد او هخش اوضح ازاي هي اتعملت على الكاد. نفتح هنا الكاد عندي، ماشي، زوم ويندو، هلاقي عندي هنا، في عندي هنا الجزء دوت، الجزء دوت اللي هي الغرفة دي والغرفة دي، دي اللي هي جنرال كير اريا، والغرفة التانية اللي قصادها ديت، الغرفتين دول هما الايه الكريتيكال كير اريا، وهو مكتوب اهو كريتيكال كير اريا فور اكزامبل انتنسيف كير يونت وجنرال كير اريا زي الايه البيشنت روم العاديه. واحنا عارفين بقى الكريتيكال في حاجات تانية كتير زي اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، منها الايه السبيشال روم والامرجنس روم وكل الحاجات اللي شرحناها في قبل كده. طيب انا بدات الشغل ازاي؟ بدات الشغل ان انا عندي في هنا اوضه كهرباء، ماشي، بحط فيها كريتيكال بانل بورد اللي هو سي بي بي. يعني لو بعمل زينيشن كي بقول ان سي بي بي ديت يعني ايه سي كريتيكال، والبي بي ديت اللي هي بانل بورد. طبعا الكلام ده بيتعمل في الليجند، حاجه اسمها ديزاينيشن كي، بعرف بيه اللوحات ازاي، وبقول تحت ديت بقول لو السي دي هي ان هتبقى ايه نورمال، تمام، وهو دوت اللي حصل هنا. ولو السي ديت تبقى اكس هتبقى اكس ري، زي ما انا عامل هنا كده اهوت اللي هي اكس بي بي، يبقى ديت اكس ري، يبقى سي كريتيكال بانل بورد والان نورمال بانل بورد والاكس اكس ري بانل بورد. طيب عندي هنا بالنسبه للكريتيكال اللي هم الغرفتين اللي في الشمال دول، انا بشتغل بالباراجراف 517 18 اللي هو بيقول المينيمم كام؟ 8 ريسبتكال. عندي في الكريتيكال كير اريا انا بشتغل بالارتكل اللي هو 517 19 بي 1 اللي هو المينيمم 14 ريسبتكال. انا زي ما قلت لكم انا بخليهم 16، اي حد عايز يخليهم 14 صح برضه مش غلط. طيب عندي هنا في حمام بستخدم البريزة بتاعتي ايه، خلاص احنا اتفقنا اللي هي البريزة البيضة اللي فيها دوت خضرة دي هوسبيتال جريد نورمال، والحمرة اللي فيها دوت خضرة دي هوسبيتال جريد ايه كريتيكال برانش. فعندي البرايز اللي في الغرفة اللي هي اللي جنب الحوض دي جي اف سي اي، برضو هنا بريزة جنب الحوض جي اف سي اي، جنب تلفزيون دي بريزة تي في، طبعا هي بريزة عادية بس بتبقى على ارتفاع مناسب لتعليق تي في. هنا بريزة جنرال يوز برضو موجودة في المكان. بعد كده هنا بحط جنب كل سرير مريض اربعة سوكت، وهم اتنين دوبلكس، يعني دي واحدة دوبلكس ودي واحدة دوبلكس، اللي هم اربعة اتنين اسف بحط كده احنا اتفقنا ان احنا ان انا عندي اربعة التوتال اربعة، يعني خلينا نرجع التوتال عندي اللي جنب سرير المريض كله على بعضه سواء emergency او normal كله كام؟
8 سوكت اللي هم 8 ريسبتكل، واحنا قلنا هناخد 4 على برانش سيركت و 4 امرجنسي كريتيكال و 4 على برانش سيركت ايه نورمال. فدوت اللي حصل هنا. هنبص كده دول ايه، دول عبارة عن اتنين دوبلكس، يعني كام سوكت؟ اربعة، يبقى دول اربعة. ودول كام دوبلكس؟ يبقى كام سوكت؟ اتنين دوبلكس، يبقى اربعة سوكت. يبقى فاضل ان احنا هنحط هنا ايه، اتنين دوبلكس، اتنين دوبلكس هنا، واحدة هنا وواحدة هنا، يبقى ايه دول اتنين ريسبتكال واتنين ريسبتكال، يبقى اربعة. هيديني في النهاية ايه، يبقى توتال كله ايه كريتيكال ونورمال كام؟ 8. طيب انا هنا مشيت ازاي؟ انا خدت هنا السوكت دي ودي ودي ودي، دول كلهم كده، وديتهم على اللوحة عشان تبقى واضحة. يبقى انا هنا عندي انا خدت كام سوكت بمعاملات ليها علاقة بالفولتج دروب باللينس بتاع السيركت بالسيركت بريكر بتاع الدايرة بتاعة البرايز تحميل دايرة البرايز بالمعلومات دي، افضل واوبتيمم نمبر اوف ريسبتكلز بيور سيركت بتبقى من 8 ل 10 ريسبتكل. طب انا هنا عندي كام؟ انا عندي طيب، وبرده هنا في الكود الامريكي بيعتبر البريزه الدوبلكس، بيعتبرها حملها حمل بريزه واحده، يعني بيعتبرها كام؟ 180 فولت امبير. فانا هنا يعني الدايرة بتاعتي بتاعت النورمال يبقى فيها عليها كام بريزة اللي هي بالابيض دي، 1 2 3 4 5 6 7 8، عليها 8 بريز، يبقى حملها كام؟ يبقى حملها 8 × 180 فولت امبير. الضمان بتاعها هنتعرض له بعد كده. يعني انا عندي هنا، يبقى عندي هنا في دايرة 2 3 4، عندي 4 دوائر، بلاش نقول على دي دايرة لان دي كده كلها انا معتبرها دايرة واخد النورمال اللي هنا دوت. هنا دول الدوائر دول مجموعهم جوه اللوحة بتاعتهم بتاعت النورمال ديت، بيبقى ليهم ايه ضمند ايه معين. يبقى احنا متفقين ان احنا هنخرج هنا دي دايرة اهيت عليها كام بريزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ودي هنخرج تخرج وهتروح للوحة النورمال ديت، ودي هتخرج وهتروح للوحة النورمال ديت. انا لميت عندي هنا شوية برايز من النورمال اللي على السراير. طيب هنا بقى، هنا انا خليت البرايز النورمال اللي على السراير عشان هما كتير، خليتهم مع بعض في الكريتيكال كير اريا، وهنا خدت البرايز اللي على الحيطه، يبقى دول برضو هيروحوا هنا، وطبيعي طبعا الدايرة دي هتخرج وهتروح على النورمال، ودي هتخرج وهتروح على النورمال. طيب انا لما جيت عبيت او جيت رسمت كنت بفكر ازاي، ان انا عندي دي كده المعماري، ده المعماري، ودوت مجموعة السوكت اللي انا شغال بيها، وجيت عند سرير المريض دوت. انا محتاج هنا كام؟ محتاج 4 نورمال، 2 دوبلكس نورمال، اهمت 2 دوبلكس نورمال، و2 دوبلكس امرجنسي اللي هما في الاخر 8 برايز.
نفس القصة عملتها مع السرير ده مع السرير ده مع السرير ده مع السرير ده. طيب هاجي هنا، هنا هشتغل كده، هاخد برضو سرير اكزامبل. انا محتاج كام؟ انا محتاج هنا في الكريتيكال كير اريا اللي هنا دي محتاج ايه؟ انا حتى مزوم عليها هنا، هو ممكن ازوم عليها هنا، محتاج 8 دوبلكس. انا اسف كان عندي غلطة هنا، بس هو الفكرة كلها ان انا قلت عندي سرير المريض انا بحتاج 16 ريسبتكال، ست هم المفروض 14. انا لو قلت خلاص خليهم 16 هيبقى عندي ال 16 دول عبارة عن كام واحد دوبلكس؟ ال 16 دول عبارة عن 8 دوبلكس، عبارة عن 8 دوبلكس. يبقى 8 دوبلكس، 8 دوبلكس نورمال، و 8 دوبلكس كريتيكال. تمام. اسف هيبقى 4 دوبلكس نورمال و 4 دوبلكس كريتيكال. ليه 4 في 2 جوه الدوبلكس يبقى كام؟ 8، و 4 في 2 جوه الدوبلكس يبقى 8، يبقى توتال كام؟ 16 سوكت. ده اللي انا عملته هنا، ان انا حطيت سوكت 2 اهو، سوكت دوبلكس فوق المريض و 2 سوكت دوبلكس، يبقى دول كده كام؟ 8 ايه كريتيكال. وفي النورمال حطيت 2 سوكت دوبلكس و 2 سوكت دوبلكس فوق المريض، يبقى دول كده كام؟ 8 ايه نورمال. يبقى انا كده عملت الايه، عملت نفذت ايه القاعده بتاعتي. طيب بما ان دول 2 دوبلكس و 2 دوبلكس، طيب يبقى هنا عند المريض دوت انا اقدر احط ايه؟ بس برسمها معاكم واحده واحده. اقدر احط 2 اهو، 2 دوبلكس و 2 دوبلكس، يبقى كام؟ 4، 4 في 2 يبقى كده 8. يبقى كده النورمال خلص. emergency 2 دوبلكس في 2 دوبلكس هيبقوا كام؟ هيبقوا كده 4 دوبلكس، يبقى كده كام؟ 8. ولما هحط هنا كده نفس القصة، فانا اقدر اخد دول كده على دايرة، يبقى كده كام؟ يبقى كده 2 2 2 2، يبقى كده دول كام؟ يتحسب بقى في الحسابات ايه؟ الواحدة الدوبلكس تتحسب بايه؟ تتحسب ب 180 فولت امبير، الواحدة الدوبلكس تتحسب ب 180 فولت امبير، وتتحسب بايه؟ بريسبتيكال واحدة. يبقى هنا دول كام؟ يبقى دول 2 دوبلكس، يبقى كده 2 2 2 2، يبقى كده 8. نفس اللي انا عملته مع الامرجنسي او كريتيكال هعمله مع النورمال. طيب ارجع تاني بقى للرسمه بتاعتي واتفرج على الشغل. انا هنا عشان برضو ابين الايه النورمال، بس اهو ده كده عندي النورمال باين. ده كده عندي النورمال باين اهمت كده 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 كده. هنا عندي النورمال باين اهو، وخدت دولت معايا. هنا عندي النورمال اللي هو بره ده، هنا عندي بالنسبة لدول اهوت اللي انا عملتها من شوية، دول كده على دايرة وتروح لهنا، ودول 8 يروحوا على دايرة عشان ما نتلخبطش، عشان ما نتلخبطش. بالنسبة للجنرال
كير اريا. انا محتاج كام؟ 4 دوبلكس اللي هما كام؟ 8 سينجلكس اللي هما 8 سنجل يعني اسوكت. ماشي. طيب وبالنسبة للكريتيكال كير اريا انا محتاج 8 دوبلكس اللي هما 8 × 2 = 16 اللي هما بيساوي 8 اللي هما بيساوي كام؟ 16 16 16 16 ايه سنجل ريسبتكل اللي هما سيمبلكس. تمام. ده كده ايه بالنسبة لايه جنرال كير اريا وكريتيكال كير اريا عشان ما نتلخبطش. تمام. الستاشر دول زي ما قلنا الستاشر التمانية الاربعة دول في منهم 2 دوبلكس نورمال واتنين زائد 2 دوبلكس كريتيكال و الستاشر والتمانية دوبلكس بتوع الكريتيكال كير اريا بحتاج منهم 4 دوبلكس نورمال زائد 4 دوبلكس كريتيكال بس. بعد كده ببتدي اعمل الواير بتاعي وباخد في اعتباري ان البريزة السنجل والبريزة الدوبلكس بيتعاملوا كأنهم دي سنجل هي سنجل والدوبلكس هي ايه سنجل برضو. تمام. يعني معنى كده الحمل بقى الحمل بتاع 8 برايز سنجل هو الحمل بتاع 8 برايز دوبلكس. يعني دوت 8 × 180 فولت امبير دوت 8 × 180 فولت امبير عشان ما يحصلش اي لخبطة. هرجع هنا اغير بقى الايه الحاجة بتاعتي ابين الامرجنسي واعمل فريز للنورمال. ادي النورمال نعمله فريز اهوت هيبان عندي الدوائر بتاعة الايه الامرجنسي. هنا عندي 1 2 3 4 دول 4 دوبلكس على دايرة واربعة دوبلكس على دايرة. ممكن ان انا الغي دي واخد دول كده مع بعض ودول 8 دوبلكس واروح للوحة. لكن دول ايه كل بريزة طبعا هنا بكتب او هعمل الاتنين دي معناها 2 دوبلكس الاتنين دوبلكس دول 2 2 2 يبقى دول 8 خلاص يبقى دول 100% يروحوا للوحة ودول 100% يروحوا للوحة. كنت بتكلم على الحتة بتاعة السبيشال بيربوس ايه اوتلت اللي هو زي الاكس راي. سبيشال بيربوس اوتلت الكود بيمنع ان هما ان هو يروح لا يروح على كريتيكال بانل بورد ولا يروح على نورمال بانل بورد اللي هم بيدوا النورمال والامرجنسي او نورمال والكريتيكال ريسبتكال اللي عند راس المريض ولكن هم يروحوا على ديديكيتد او سبيشال اكس راي بانل بورد او اي بانل بورد بعيده عن الان بي بي وال سي بي بي اللي موجوده عندي جوه الايه المشروع. تمام. يبقى مجملا لو عايز اقرا الرسمه بسرعه عايز اقرا الرسمه بسرعه عباره عن ايه عباره عندي عن دوائر ايه
كريتيكال رايحة للوحة كريتيكال بان البورد سي بي واحد. احنا قلنا خلاص هنلغي دي وهنوصلها كده. ننسح دي خالص. خلاص وهنلغي دي تماما كده. دوت هيروح على الاكس راي بتاعته. عندي فيه نورمال سيركتس هتروح على النورمال بانل بورد اهيت ماشي. ودول رايحين للوحة سي بي واحد ودول رايحين للوحة الان بي بي. اتمنى يعني ان شاء الله باذن الله الملف ده هيبقى معاكم. انا بسم الله الرحمن الرحيم لكم هنا برنت سكرين من برنت سكرين من الاوتوكاد ماشي. اهوت بيبين طبعا الدايره دي هتبقى اتنين. بيبين الشغل بتاعي كله وهنا البرايز المكتوب عليها تو هي باينه معايا. وبرده عملته برده برنت سكرين وهو الخلفيه بيضة بس طبعا الاسود اللي هو كان بيبان ابيض جوه الكاد بيطلع يبان اسود بالمنظر دوت تمام. انا هنا مستخدم بلوكات ومستخدم لاينز عشان توضح الايه المعنى يعني. فهنا برضو بيبين الدوائر اللي هي الكريتيكال عشان نبقى ان شاء الله باذن الله مشاهد الفايل او لو حصل الفايل ما تشيرش تقدروا تاخدوا برنت سكرين من على الفيديو وتشوفوا وتطبعوا وتشوفوا الحاجه ايه تم اخراجها ايه ازاي يعني تمام. هنا هوت الاسود دوت يبقى اللي هو المفروض الابيض اللي هو النورمال والاحمر اللي هو الاحمر طبعا اللي هو الكريتيكال. شكرا.